خلينا نبدا مع حضرتك بكواليس المشهد اللي يعني اللي كنا لسه بنعرضه، هنعرضه دلوقتي تاني، توجه كابتن خطيب واعضاء مجلس الاداره لتحيه الجماهير، وحضرتك كنت موجود معاهم. انا اسف ان وانا عارف ان حضراتكم ما بتبقوش حابين تتكلموا في هذه الامور، ولكن هو انا ليه يا استاذ ابراهيم بعرض هذه الامور ولازم احط سبوت عليها؟ عشان في اجيال صغيره بتشوف هذه الامور، فاحنا بنحاول او دورنا ان احنا ننقل المشاهد الايجابيه، المشاهد اللي الناس بتنظر ليها، او الاجيال السابقه اللي حضراتكم اتعلمتوا منهم وحضراتكم دلوقتي بتعلموا الاجيال الجديده يعني ايه نادي اهلي، يعني ايه مبادئ النادي الاهلي، يعني ايه ان النادي الاهلي اهم حاجه فيه هو تعاقب الاجيال. وحضرتك يعني كنت عضو مجلس اداره من سنه 2000 على ما اتذكر، ما اعرفش يعني، انا عارف ان هو صح صح يمكن صح لانه كنت ساعتها بلعب، فعشان كده بقول لحضرتك انا بس يعني لازم اقول للناس، وفي بعض الامور الايجابيه لازم نوريها حتى للجمهور اللي ما بيشجعش النادي الاهلي عشان يعرفوا ان هناك امور ايجابيه وان احنا عندنا تقاليد واضحه في النادي الاهلي. انا هقول لحضرتك اللي حصل. انا في الاول بس هعلق على اللي حضرتك قلته. انا فعلا كنت عضو مجلس اداره على فترات متقطعه من 2000 ل 2004، وبعدين على فترات متقطعه ثانيه، وكل فتره ببقى بره، ببقى مشجع اهلاوي عادي خالص وعضو نادي اهلي عادي خالص. انا سافرت، ويمكن كابتن محمود فوجئ بيا موجود واحنا رايحين الماتش وقال لي انت ما قلتلناش ليه يا ابني ما جيتش معانا ليه؟ قلت له كنت انا جاي مشجع مش جاي اعمل اي حاجه ثانيه. فوجئت بيه قال لي تعالى احنا انت معانا كلنا. واحنا بعد الماتش الحمد لله بعد ما ربنا وفقنا كلنا اتجمعنا، ويعني فرحه هستيريه من الكل وتشجيع، ما فيش بقى ولا رسميات ولا اي حاجه. يمكن الوحيد اللي كان متماسك وماسك اعصابه كان كابتن محمود ما شاء الله عليه ربنا يحميه. وبعد كده نزل قال يلا يا جماعه جميع اعضاء مجلس الاداره اتفضلوا تعالوا معانا، احنا هنروح للناس دي اللي جايه ورانا. وجا وقال ابراهيم انت معانا، انت جزء مننا وتعالى. وده انا بشكره عليه، لان ما فيش فرق بينك ما بين النادي الاهلي انت جوه او بره، ويعني احنا بس نبقى عارفين ايه اصول النادي الاهلي وايه مميزات النادي الاهلي والكلام ده كله، وهو اللي بيوصلنا للي احنا شايفينه ده. ورحنا للجمهور، وكابتن محمود طلب من الكل انه يحيي الجمهور، والكلام كان ان الناس دي هي سبب، الحمد لله توفيق ربنا، الناس دي ودعمها هي سبب المشهد اللي شفناه والعزيمه اللي الفريق كان فيها. المباراه مش عايز اقول لك كانت صعبه جدا، الاجواء طبعا. اجواء غير طبيعيه. انا عمري ما شفت اجواء، مش عايز اقول عدائيه، لكن هو جمهور الوداد جمهور محترم وبيحب فرقته وكان بيشجعها من اول دقيقه لاخر دقيقه. عايز فريق يكسب طبعا. حماس منقطع النظير والصفافير. انا عايز اقول لك انا دخلت ما بين الشوطين دماغي مش قادر من كتر الصفافير. الله يكون في عون اللعيبه، ده غير الضغط العصبي طبعا على اللعيبه، بس اللعيبه كانت مصممه عشان خاطر الناس دي، عشان كده اول ما جبنا الجون لو تاخد بال حضرتك اللعيبه سابت كل حاجه وراحت للجمهور. صح. الجمهور ده تعبان قوي معاهم، وهم دول سبب الحمد لله النصر، ودعائهم ومساندتهم هي سبب اللي احنا فيه الحمد لله.